حياكم الله من جديد. يحتفل العالم في 25 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، ونظرا لأهميتها في نهضة المجتمعات والتنمية المستدامة، فما المقصود بالمسؤولية الاجتماعية وكيف يمكن توظيفها في تغيير المجتمع؟ رحب معاكم مشاهدينا بالأستاذ علي دشتي، مؤسس الاتحاد الكويتي للتنموي. صباح بالخير أستاذ علي، ويا هلا فيكم مرحبا. صباحكم الله بالنور، صباح للسادة المشاهدين، ويعطيكم العافية على الاستضافة. حياك الله. بما أن مثل ما ذكرنا في المقدمة أن قبل كم يوم كان هو اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، فليت نعرف المشاهدين شنو هي المسؤولية الاجتماعية. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية الاجتماعية هو مصطلح تمت انطلاقته في حقبة الخمسينات تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد يعني التداعيات اللي صارت على الأمم من بعد الحرب من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وعلى مستوى أيضا الجانب النفسي والجانب اللي هو يعني النهضة المعمارية في على مستوى الدول بسبب الحرب طبعا والبطالة والفقر وإلى آخره. هني الشعوب حست بالمسؤولية تجاه مجتمعاتها، ولقلة الموارد والمصادر المتوفرة في ذاك الوقت من قبل الحكومات والمؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، فقامت بالاتحاد مع بعض كمؤسسات مجتمع مدني وأفراد وفرق تطوعية، وهني صار في نهضة لظهور أيضا جمعيات النفع العام واللي يسمونهم الاس جي اوز، اللي هو عبارة عن فرق تطوعية ولكن صارت تحت مظلة مؤسسية أو عمل مؤسسي. ففي هذه الحقبة طلع مفهوم السوشيال ريسبونسابيلتي اللي هي المسؤولية الاجتماعية. بعدين في فترة الستينات صار في اهتمام أكثر من يعني في هذا الجانب من مؤسسات المجتمع المدني. في فترة تقريبا السبعينات بدأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية يكون له تعريف خاص فيه معتمد في الجهات الحكومية، إلى أن تطورت العملية إلى فترة التسعينات وصارت شغلة متعارف عليها وحاجة ضرورية لكل مؤسسة، مش فقط مؤسسات المجتمع المدني، أيضا الشركات. فهني طلع عندنا مفهوم السي اس ار اللي هو الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي. فصارت الشركات إما شركات خاصة في الرعاية المجتمعية أو يكون عندها جانب لدعم المجتمع من خلال ميزانية خاصة تستقطعها، وطبعا هذا ينطبق على الشركات بالذات الكبيرة لأنه هو جزء من الإيمج أو جزء من يعني تأثيرها في المجتمع. نعم، لكن هل في أعمال معينة تكون من ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية؟ الأعمال بشكل عام أو القضايا اللي تتبناها المسؤولية الاجتماعية أي شغلة تخص المجتمع. يعني مثلا احنا عندنا في الاتحاد الكويتي التنموي كمؤسسة خاصة غير ربحية، وراح نتكلم عنها بعد شوي، احنا مسؤولين، احنا أول شركة معنية في البحث والتطوير في العلوم الاجتماعية والإنسانية. فبالتالي لما نتبنى القضايا الإنسانية والاجتماعية اللي هي من تداعيات مثلا الآثار السلبية والمظاهر السلبية اللي موجودة في المجتمع، مثلا الجريمة، الإدمان، القضايا التربوية، القضايا اللي تمس أمن المجتمع. نعم. لو يعني نعطي على سبيل المثال من ضمن الممارسات كمسؤولية اجتماعية ظهرت عندنا في المجتمع الكويتي وأثناء الغزو الغاشم، الناس قامت تشتغل في الجمعيات، قام تطبخ، تطلع تنظف الشوارع، ما له علاقة منه هذا الشخص اللي يقوم في هذه المهمة، ولكن هذه من باب المسؤولية الاجتماعية، أنا مسؤوليتي تجاه المجتمع. وطبعا هذا احنا يتمحور عندنا قبل لا يكون مفهوم يعني متداول بين الأمم. احنا عندنا في الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكل راع عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية هي من صميم معتقدنا احنا في الدين، وهذا الشيء من باب التطوع ويعني عمل الخير، والحمد لله هذا موجود يعني جبل على المجتمع الكويتي. نعم. فهذه من ضمن الممارسات، يعني خير مثال نقدر نتكلم عن الغزو مثلا. طبعا، لكن أهمية مثل هذه البرامج أستاذ علي أن تكون موجودة بالمجتمع، الفائدة اللي ممكن تنعكس من وراء هذه البرامج شنو تشوف أثرها بعدين؟ يعني حقيقة فائدة جدا كبيرة وفي عدة جوانب. أول شيء اللي هو جانب أن المجتمع يكون عنده عادات الاعتماد على النفس، الاعتماد على الذات. أنا ما أنطر أحد يجيني من برا يقعد يعطيني مثلا يكمل لي الأشياء اللي أنا محتاجها كمجتمع من ناحية مثلا النقص في الجوانب والنواحي التعليمية أو القضايا مثلا التربوية أو حتى القضايا الأمنية. عدل ولا صح. الله يرحمه الشيخ سعد عبد الله عنده كلمة حلوة، يقول أن كل مواطن خفير
احد خطاباته معروفه جدا، كل مواطن خفير، الكل مسؤول عن امن البلد، ما انطر انا والله فقط الاجهزه الامنيه والشرطه وكذا اللي بس فقط، ايضا انا لان هذه يعني هو ابن البلد وانا كذلك ابن البلد. صحيح. ما اقول الله انا مثلا شغلتي بالمجال الاعلامي، انا مالي شغل بالامور اللي تتعلق في القضايا اللي تمس مثلا القضايا التربويه في البلد، لا كلنا نكون على قلب واحد، كلنا نهضه واحده، فهذا يمثل كتداعيات او كعمق لمفهوم المسؤوليه الاجتماعيه، يمثل تكاتف المجتمع، يمثل اللي احنا نسميه الكل او التعاون او الوحده. نعم. اوكي، وهذا طبعا يتجسد لما نحن نطلق بعض الشعارات مثل الوحده الوطنيه والتعايش وتقبل الاخر، شلون يصير؟ لما كل واحد فينا يشيل الثاني، فهي ما تصير فقط شعارات وانما يصير تطبيق على ارض الواقع. يعني انا بالنسبه لي هذا اهم شغله، وبالتالي كل مجتمع يكون عنده تكون عنده هذه الوحده وهذا التكاتف يكون مجتمع سعيد. ما حد فينا بيكون عايش في مجتمع متناحر متعارك متقاتل. بالضبط بالضبط. اذا احنا نبي نخلق السعاده في المجتمع لازم نكون على قلب واحد، نتقبل بعض حتى لو اختلفنا، الاختلاف بالراي بالتالي ما يخلينا ان ندمر مجتمعنا. صح. نعم استاذ علي، كونك المؤسس الاتحاد الكويتي التربوي، ايش كثر تشوف ممكن يساهم هذا الاتحاد في الاعمال المسؤوليه الاجتماعيه في دوله الكويت؟ طبعا احنا من اسمه هو اتحاد كويتي تنموي، احنا معنيين في القضايا التنمويه اللي تخص المجتمع وتخص الجانب الانساني تحديدا. احنا نتحد مع مؤسسات المجتمع المدني، ما نلعب دور منفرد، وانما نتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص، نتعاون مع الشركات، نتعاون مع الوزارات في اي قضايا تنمويه تخص المجتمع. احنا تحديدا تبنينا قضايا خاصه يعني للشباب، مثل عندنا مثلا احنا اطلقنا مبادرتين رئيسيتين، ومن خلال تلفزيون المجلس احب اوجه شكر حقيقه لقناه المجلس تحديدا والقائمين على هذه القناه الرائعه لدعم هذه المبادرات، لان تم استضافتنا مسبقا ان احنا نتكلم عن هذه المبادرات، وهذا انا اعتبره دعم ومسؤوليه اجتماعيه تكون في قناه المجلس. وايضا احب اشكر فريق العمل اللي ساند وساعد وساهم في تقديم هذه المبادرات، اوجه لهم كل الشكر والتقدير، كلها فرق تطوعيه، فريق الارشاد الاكاديمي التطوعي وايضا فريق قاده النجاح. المبادرات الاولى هي اسمها نويت ابني الكويت، عباره عن توجيه وارشاد طلابي. لمسنا حاجه في يعني بان التوجيه والارشاد الطلابي او الاكاديمي مفقود عندنا في مؤسساتنا التعليميه، او لم يتم طرحه بشكل متكامل بحيث ان الطالب يتخرج ما يعرف وين يروح. فاحنا نقدم ورش عمل ودورات تخصصية تتعلق في مهارات التفوق الدراسي وكيفية اختيار الطالب للمسار الأكاديمي أو العلمي بشكل يعني بناء على أسس علمية. أوكي، طالب مثلا الثانوية بيروح علمي ولا أدبي، احنا نسوي له اختبارات قياس، يبي يروح الجامعة نساعده في اختيار المكان المناسب على أسس علمية. هذه المبادرة الأولى طبعا بشكل مجاني على مستوى كل مدارس الكويت والجامعات. نعم. المبادرة الثانية اسمها قادة النجاح، نساعد في يعني تمكين المواطنين أصحاب قصص النجاح أن يكونوا قدوات صالحين في المجتمع. نعم أستاذ علي، عندنا هذا الفيديو الجميل بخصوص المبادرة نواة الكويت، راح أشوفها أنا معك. نواة ابني الكويت. أوكي. نعم. ممتاز ممتاز. يعني أستاذ علي، مشروع أو مبادرة نواة ابني الكويت، الهدف منها أو الرسالة اللي حبيت توصلها، خصوصا احنا شفنا يمكن الطلبة بالمرحلة الثانوية هم اللي كانوا موجودين أو الأغلب الحضور؟ نعم، احنا خلينا نتكلم عن الهدف العام باختصار والهدف الخاص. الهدف العام هي مسؤولية اجتماعية. هذا شيء مفقود في مؤسساتنا التعليمية، فإحنا ما يمنع كمختصين كتربويين كمدربين، أنا أتكلم صفتي هني كمدرب في التنمية البشرية، أن احنا نساهم ونساعد ونمد يد التعاون مع مؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمدارس أو وزارة التربية بأنهوض بمستوى أبنائنا الطلبة. يعني كثير من القضايا الحين يعني نواجهها تسبب مشاكل في المجتمع وتسبب عبء على الأسرة الكويتية، اللي هي الدروس الخصوصية. ليش الدروس الخصوصية؟ كثير من عيالنا ترى مو ناقصهم شيء، بس فقط يحتاجون مهارات. هو مو عارف متى يفتح الكتاب، متى يفتح السناب شات والانستغرام. ما عنده مهارة مثلا ترتيب الأولويات، ما عنده مهارة تحديد الأهداف. ليش يدشون بأجندات غير صحيحة؟ صحيح. بدون لا أتكلم، أوكي؟ ليش عيالنا مرة واحدة يدزون بعثة برا فجأة ملتحق مع منظمة ما أدري تنظيم، يقعد يمس أمن بلده ويسوء، يعني ليش؟ لأن اللي ما عنده أهداف في حياته يدخل في أهداف الآخرين، اللي ما عنده أجندة يدخل، فإحنا نعطيهم مهارات الحياة اللايف سكيلز، وهذا شيء مفقود في مؤسساتنا التعليمية للأمانة. وأنا
يعني تكلمنا وايد مع الجهات يعني المسؤولة والمسؤولين، وأيضا من هذه المنصة منصة قناة المجلس أيضا أكرر وأقول يا جماعة مهارات الحياة أساسية. الطالب مو كافي يعلمه 1+1=2 وألف باء تاء. نعم. الحين جوجل يعلمنا كل شيء. الطالب محتاج الجانب التربوي وليس فقط التعليمي والعلمي. نعم. العلم موجود، أنا ما يهمني يكون عندي مواطن متروس مخه معلومات وعنده شهادات والجانب التربوي الثقافي عنده مفقود، صحيح ولا؟ صحيح. فإحنا نعزز الجانب اللي هي تتكلم عن يعني جوانب متعلقة في مهارات الحياة، وبالتالي نساعده أنه هو يتخذ مسار صحيح في حياته. نعم. علشان لا يطلع ويتخصص تخصص يشتغل في مكان هو مو حابه. نعم. بالتالي شو يصير؟ يأثر على إنتاجية الدولة. صحيح. الدولة قاعد تخسر فلوس، حتى البعثات الخارجية اللي يدزون طلبة في يعني تخصصات جامعاتهم ومو حابينها، حسب الدراسات اللي عندنا أن الدولة قاعد تخسر سنويا فقط من البعثات الخارجية 35 مليون دولار. منو مسؤول عن هذه الأموال؟ ومنو أولى أن تنحط هذه الأموال في أي ميزانية بدل لا تروح هدر؟ والحل كله فقط أني شنو؟ احط الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم، لان هذا كله مثل ما تفضلت ينعكس بالنهايه بنفس المفهوم وهي المسؤوليه الاجتماعيه. اذا ما كنت انت حاب لا تخصصك ولا دراستك، فكيف نعم. ستنجز ويعني تعطي في بلدك. استاذ علي، عندنا هذا الفيديو بعد ثاني راح نشوفه انا معك ويا المشاهدين. نحن في رحاب قادة النجاح، وهذا يعطينا فخرا كبيرا أننا أمام بالفعل قادة نجاح. أنا فخور جدا أن أنا خدمت شريحة مميزة مثلكم أنتوا، وتشرفت فعلا في العمل وياكم وفي لقائكم. هذه إحدى مبادراتكم أو الأنشطة اللي هم تسوونها في نطاق هذه الاتحاد، وهو قادة نعم. النجاح. نعم. يعني أستاذ علي، أنتوا قاعد تركزون يمكن على جانب مثل ما تفضلت الناس يعني غافلة عنه أو مو هي مركزة عليه أنه يشتغلون عليه، لأنه لا تأثير باشر على المجتمع. نعم. قادة النجاح أن أنت تشتغل، أن أنت وتشتغلون نعم. مع هنقول ما بيقول أطفال، أبناء يعني في سن هني تتكون شخصيتهم. نعم. طموحاتهم توجهاتهم وهدافهم. شنو تشوفون بعد كل مبادرة مع تفاعلكم مع هذه الفئة؟ تشوفون هالتأثير اللي تطمحون عليهم؟ ممتاز، بس فقط فكرة سريعة عن قادة النجاح. هو يعني فكرة المبادرة أن احنا نستثمر بالشباب الكويتي أصحاب الإنجازات، سواء متحدي إعاقة، بطل رياضي، متفوق، أصحاب براءات اختراع، محاربين سرطان، هذول بالنسبة لنا ناجحين حقيقيين. فلما نجيبهم هو أوكي إنسان ناجح، بس إحنا دائما نؤمن أن النجاح ليس فقط الإنجاز الشخصي، وإنما أن يعكس نجاحي على المجتمع. يعني أنت نجحت، خل غيرك ينجح، عدل؟ عط غيرك المهارات اللي انت وصلتك لهذا الانجاز عشان غيرك يكون ناجح. هني انت صرت انسان قائد، فاحنا نعطيهم مهارات القياده والتواصل، هم اوريدي ناجحين. يعني احنا اخترناهم يعني مؤسساتي رشحتهم، هم ناس ناجحين. وطبعا اشكر صراحه الجهات اللي دعمتنا واللي رشحت لنا هذه الاسماء، منها وزاره الشباب، وزاره التربيه، مؤسسه الكويت التقدم العلمي، جمعيه الكويتيه مساعده الطلبه، نادي العلمي، رشحوا لنا الشباب الكويتي المميز من عمر 14 سنه ل 25 سنه. اوكي، استبنينا هذه الشريحه ان شلون هم يكونون انفلونسرز ملهمين في المجتمع، غير مع احترامي يعني اوكي ما بدون تفصيل. اوكي، هذول قصص حقيقيه، زين، نخليهم هم يعني نبرز دورهم في المجتمع، ان هذول فعلا يكونون قدوه حق اقرانهم من عمرهم. زين، ليش هذه الشريحه؟ احنا في المجتمع الكويتي نسبه الشباب 75 تقريبا فاصله بوينت سمثينج. اوكي، يعني 3/4 المجتمع الكويتي شباب، اتكلم لي عمر 34 سنه انا. طبعا اللي فوق ال 34 سنه ما يعتبرهم شباب، يسمون هذا عمر الخبره او عمر اوكي. يعني في منظمات تعتبر مثلا كرانز مونتانا، انا عضو عندها في هذه المنظمه، منظمه سويسريه، ك من الشباب، من القاده الشباب، امثل الكويت لعمر 42 سنه. اوكي، فاحنا باختصار يعني
نتكلم عن هذا العمر المؤثر اللي يبي يغير، يبي ينجز، يبي يطور. فاحنا طبعا انطلاقتنا ان ندعم شريحة الشباب لان هي النسبة الاعلى والاكثر. ناس ما تفضلتي او سألتي حضرتك اللي هو شنو الانطباع، الحمد لله رب العالمين انطباع جدا ايجابي. احنا نوفر الارضية، اللي يبي يستفيد منها يستفيد، اللي ما يستفيد بعد شيء بالضبط يعني. احنا بعد ما يعني ليست عليهم بمسيطر، صح؟ احنا فقط نوفر البيئه الايجابيه حق اي شخص يبي يستفيد. ورش عمل، دورات، فعاليات، كلها مجانيه بالكامل، مدعومه من مؤسسات المجتمع المدني لابناء المجتمع. فقط نبي نخفف العبء على يعني كاهل الاسره الكويتيه والمواطن الكويتي. ونساعده ونساهم في تطوير يعني تربية الأجيال القادمة. نعم، دور القطاع الخاص ولا نقول القطاع الأهلي كالشركات وغيرها من المؤسسات في دورهم في المسؤولية الاجتماعية، هل واضح موجود قاعد يدعمونكم؟ هذا السؤال اوكي زين. للامانه الشركات الكبيره والقطاعات، القطاع الخاص تحديدا، نعم في هناك ميزانيه خاصه للسي اس ار او المسؤوليه الاجتماعيه. مع الاسف الشديد في الفتره الاخيره صار في مزاجيه وازدواجيه في اختيار المشاريع. قام يطلعون اسماء، قام ياخذون فكره المشروع وليش ادعمك، انا اسوي المشروع تحت اسمي. للاسف صارت المجاميع التطوعيه معرضه لهذه الامور. نعم، يعني اذا قبل والله احنا نطمن نحط المشروع انه يدعمونا وكذا، الان انا طبعا في العمل التطوعي من 2008 اوكي، صار عندي تحفظ. الحمد لله الحين انا مؤسسه واتعامل وياهم بشكل مؤسسي وكذا، بشكل رسمي اكثر، بشكل رسمي اكثر. ما اقول لك ما في دعم، في دعم، ولكن الدعم، اوجه الدعم اختلفت. الان صارت حتى المؤسسات قامت تقول بدل لا انا ادعم مشاريع خارجيه انا اسوي مشاريع خاصه فيني. بدون ذكر اسماء، اوكي which is good، هذا شيء زين، احنا ما نقول لا، ولكن صار في نقص في دعم المشاريع الخارجية، لأن بعض الأفكار تكون مثلا فعلا أفكار حلوة، أفكار رائدة أو كذا، لكن محتاجة الدعم. أي فيعني في دعم، في توجه، وفي سي اس ار، في خدمة مجتمعية للشركات، ولكن في الفترة الأخيرة صار عليها بعض الـ يعني يعني تشوهت نوعا ما. بالنسبة لثقافة المسؤولية الاجتماعية، يعني يمكن احنا يعني للأسف نقارن ونقول انه والله في الدول الأوروبية او الدول الأجنبية مفهوم المسؤولية الاجتماعية واضح. نعم، تماما، وما هو محتاج للتذكير، وكل شخص عارف ان انا عندي هالمسؤولية، محتاج اني انا اعطي مجتمعي. نعم، هني في من خلال خبرتك استاذ علي، هل تشوف محتاج لحد الحين مجتمعنا تثقيف بين هذه الناحية؟ ولا وصلت الرسالة يعني بنسبة معقولة على الأقل؟ لا، محتاجين. الوعي زاد، الفرق التطوعية زادت، وزارة الشؤون ووزارة الشباب مشكورين على دعمهم وتبنيهم للفرق التطوعية. هناك إدارات خاصة معنية لدعم الفرق التطوعية ويتم تسجيلها بشكل رسمي ودعمها من المؤسسات، وفعلا نشكرهم على جهودهم، وإن كان احنا نشد على ايدهم ونقول لهم بعد طوروا زيادة، ولكن يعطيهم العافية، على الأقل بدوا سووا شيء اوكي، يعني خل نركز على الجانب الإيجابي. لا سووا للأمانة، يسوون فعاليات، يسوون معارض، يعني في دعم، وهذا شيء طبعا شيء وايد حلو يبشر بالخير. الوعي المجتمعي الآن عند الشباب زاد، يعني قبل ما نسمع فرق تطوعية شبابية، الحين وايد في فرق تطوعية شبابية. طبعا هذه الكثرة وهذه الطفرة لها آثار يعني سلبية، بس احنا خلينا نركز على الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي ان الوعي، الجانب السلبي صار ما في احترافية بالتطوع نوعا ما، يلا بتطوع بس. تقصد ان الشاب ما هو عارف وين يتطوع؟ وين يتطوع او يتطوع في انشطه، يتطوع في انشطه مو متخصص فيها. يعني مثلا على سبيل المثال لما يجيني دكتور يتطوع يسوي عمليه جراحيه تطوع بدون مقابل، قيمه العمليه 5000، وهذا يسويها ببلاش، قاعد يضيف قيمه حق العمل ولا ما يضيف قيمه؟ يضيف قيمه كبيره. احنا كمدربين او معلمين مثلا في نويت ابن الكويت، لما نعطي ورش مجانيه ودورات تدريبيه واحنا مدربين، احنا قاعد نمارس العمل التطوعي الاحترافي، هذا اللي يضيف قيمه. فاهمة قصدي شلون؟ مو عمل تطوعي بس، مو بس ابي يلا يجمع ناس ولبسهم سديري وقاعد تصور، لان في ناس ما نبي الشو هذا، نبي بالضبط. عمل يضيف قيمه. انت اعلاميه لما تروحين تقولين والله انا اتطوع مع مثلا فريق نويت ابن الكويت واسوي لكم حفل ختامي بدون اي مقابل، ايش رايك بالاوفر على الهواء؟ زين مثلا يعطيش العافيه. لا فعلا في شخصيات اعلاميه بادره وقالوا احنا نتطوع وياكم، انت فريق تطوعي احنا بدون اي مقابل. انت كاعلاميه قاعد تضيفين عمل، قاعد تضيفين قيمه حق عملك من خلال
خبرتك، فانت تفيديني اكثر من لما يجيني شخص اخر على سبيل المثال انا اتكلم. فكل شخص لما يمارس العمل التطوعي من اختصاصه قاعد يضيف قيمه للعمل التطوعي. فالان احنا نبي ننتقل مش فقط ممارسه العمل التطوعي، وانما العمل التطوعي الاحترافي اللي يضيف قيمه للعمل نفسه. فهذا شوي التوجه اللي موجود برا في اوروبا وامريكا، ودنا يكون عندنا الان، يعني التطوع في المجال اللي تفهم فيه. لا تشط وايد في امور، اوكي مساعده المعاقين كبار السن هذا ما يحتاج تخصص، اقعد وياهم نفسيا، العب وياهم، اروح ازور كبار السن، اعطيهم ورده، احسسها بالالفه بالجو الاجتماعي، هذا ما يحتاج تخصص، هذا جانب انساني. بس انا اتكلم عن جوانب اخرى محتاجين تطوع احترافي. نعم، احنا دائما حتى الفرق التطوعيه يمكن البعض يفهم ان انا عشان اتطوع في هذه الفرق فانا بالضبط دوري ان انا انظم العمليه، لكن يمكن البعض يغفل ان انت لا، يجب ان تتبنى قضيه تهتم فيها وتكون هذا رسالتك من ناحية دور أكبر. التطوع. نعم صحيح. شلون أخلق جيل مسؤول واعي لأي قضية، وخصوصا هني في مجتمعنا، أخلي شباب هذا المجتمع يتفاعل مع قضايا محيطة والمجتمع، شلون؟ عفي عليك، سؤال وايد حلو. أنا أشوف أن هذا الدور يقع على عاتق الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. نعم. والوعي المجتمعي عند الشعب نفسه، يعني أول شيء أنا أعتبر الإعلام رقم واحد. الإعلام هو يعني أكبر يعني محفز ومؤثر في المجتمع علشان ينشر الوعي. كثر ما الإعلام ركز على الأمور الاجتماعية، على الأمور الإيجابية في المجتمع، على الأمور اللي يحسس الشباب بي، يعني كافي تسليط الضوء على أشياء تنشر النفس السلبي بالمجتمع. نعم. تفرق المجتمع، نركز على قضايا تبعدنا وتشط فينا عن القضايا اللي احنا محتاجينها، وسطحيه بالضبط. احيانا احنا نشط اعلامنا، يشط يطلع فينا برا، يودينا يعني يدخلنا بامور. ليش؟ عندنا احنا هني قضايا، عندنا قضايا خل اسلط الضوء عليها، خل ازوم عليها. نعم. ليش نشطح ونروح ندش في قضايا الاخرين ونتحمس لها ونطلع لها وما اوجه طاقه الشباب الى مجتمعه؟ فانا اشوف دور الاعلام مهم. اثنين، دور المدارس والمؤسسات التعليمية أيضا مهم، لأن عيالنا بالأخير في هذه القطاعات، صح ولا؟ فخل تكون ممارسة المسؤولية الاجتماعية داخل المدارس. خل الطالب ينظف، خل الطالب ينظم فعاليات داخل المدرسة، خل الطالب يقوم بأنشطة تطوعية داخل المدرسة، خل تكون فرق تطوعية داخل المدارس، داخل الجامعات، مو بس أمسح عليهم، مو بس أعطيهم، مو بس كل، خليه هو يبادر، خل أخلق جيل مبادر، أحسسه بالمسؤولية، أن أقول له أوكي أنا عندي تحديات، أنت بادر، أنت سو. فهني أنا قاعد أخلق اللي هو إحنا نسميه التمكين، الامباورمنت. لمن أنا أمكن الشباب باكر هو يطلع لي متأسس، لمن يطلع في المجتمع كرب أسرة ولا موظف يكون انقرست عنده قيم المبادرة. فأنا أشوف أن في البداية الإعلام، بعدين مؤسسات التعليمية، بعدين ما يمنع أيضا، وأنا أمس كنت حقيقة سعيد جدا، كنت مشارك في ندوة مع وزارة الكهرباء وأحب أشكرهم أيضا على دعوتي، شاركت مع فريق اسمه كفاءات، فريق تطوعي داخل الوزارة، عندهم مبادرات ويدعمونهم، وكل شهر يسوون وكيل. شوف فكرتهم، كل شهر عندهم وكيل خاص لهذا الشهر، فيعطون فرصة ومجال للجميع. بالضبط، كل شهر موظف يصير وكيل وزارة. أيه. تخيل شلون، ويسوون فعالية. ففكرة جدا رائعة صراحة، واستانس لما شفت هذا الشيء. فأنا أهنيهم، ويعني أتمنى باقي حقيقة الوزارات يعني يحذون حذو أي وزارة عندها فكر إبداعي بالنهوض بالموظفين ومن خلال زيادة إنتاجيتهم وممارسة إبداعهم. لا تخلي موظف بس ماكينة يشتغل ويطلع، لا، خلى مبادر، خلى يحس بالمسؤولية، عطى أشياء غير المهام اللي هو يقوم فيها، وشوف شلون الناس راح تبدع، لأن ترى الشعب الكويتي مجبول على عمل الخير. والله يحبون يشتغلون، بس إحنا نقول يا مسؤولين يا قادة عطوهم المجال، سواء طلبة أو موظفين، وبالتالي راح نخلق الوعي مو بالكلام، بالفعل. بالفعل فعلا، الكلام الناس ملت. أوكي، خلونا نفعل. وبعدين طبعا القدوات هم القادة، لمن هم يبادرون ويتطوعون الناس راح يتأثرون، لأن دائما القائد قدوة، صح؟ طبعا، لما القائد هو قاعد مكانه العالم راح تقعد. بس خل القائد يتحرك، خل كل مسؤول يمارس دور ريادي في نطاق يعني المجال اللي هو فيه، أكيد راح يحفز الناس اللي تحته. نعم. فأتوقع نقدر نخلق باختصار المسؤولية هذه من خلال ممارستها. نعم. نتمنى طبعاً أكيد من خلال هذا اللقاء أن وضحت وضحت الصورة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية إذا أنت كنت تجهلها، ما في مانع أن أنت تلجأ لأهل الاختصاص، أن أنت تتثقف من هذه الناحية. بالنهاية إذا مجتمعك عطاك، لابد أنك تعطي في المقابل لهذا المجتمع. كل الشكر لك الأستاذ علي دشتي، المؤسس الاتحاد الكويتي التربوي، كل التوفيق لكم، وإن شاء الله يا ربي نشوف نهضة الشباب على إيدكم يا ربي، ويكون في رسالة واضحة لهذا الشباب إن شاء الله. كل الشكر لك.
حياك الله. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نواصل ما تبقى من حلقة اليوم.